أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكر في كتاب زاد المستقنع شركة خامسة وهي شركة المفاوضة. اي نعم، هذه معروفة، لكن ما ذكرها هنا، وهي أن نفوض كل واحد إلى الآخر كل تصرف، كل يعني تشمل جميع أنواع الشركة، كل تصرف مالي وبدني، هذه شركة المفاوضة عامة. نعم.